يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. وأكيد هيكون عندنا العديد والعديد من الأخبار الهامة جدا اللي بتخص جمهور النادي الأهلي في كل مكان. طبعا إن شاء الله الحلقة هيكون فيها فقرات كتير زي ما احنا متعودين دايما. الجزء الأخير بالتحديد من حلقة النهاردة هيكون معايا صديقي العزيز والصحفي بجريدة الفجر أستاذ عمرو الجرزاوي، عشان نتكلم في العديد من الأمور بتخص الكرة المصرية بشكل عام، وبالتحديد كمان هنتكلم عن مباراة الأهلي وحرية كوناكري الغين اللي هتكون بعد بكرة، مباراة غاية في الأهمية ومهمة جدا. طبعا مستنيين تواصلكم وتفاعلكم معنا على صفحات قناة النادي الأهلي المختلفة، سواء فيسبوك تويتر وأيضا إنستغرام. وسؤال الحلقة النهاردة هو: رأيك إيه في نتائج الجولة الأولى من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا؟ طبعا كلنا أكيد اتمتعنا ببطولة دوري أبطال أوروبا خلال الجولة الماضية. دي طبعا كانت صفحات النادي الأهلي أو صفحات قناة الأهلي بالتحديد على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء فيسبوك وتويتر وإنستجرام. وإن شاء الله مستنيين تفاعلكم معنا، وزي ما قلت لكم سؤال الحلقة خاص بالجولة الأولى ورأيكم فيها في بطولة دوري أبطال أوروبا والشامبيونز ليج. طبعا مهم جدا نبتدي حلقتنا إن شاء الله بتمنياتنا بكل التوفيق للنادي الأهلي خلال مباراة حرية كوناكري يوم السبت إن شاء الله الساعة 9 مساء على استاد السلام. مباراة هتكون غاية في الأهمية، مباراة صعبة جدا، الناس يمكن مستهونة شوية بالمباراة، خصوصا النتيجة يمكن إيجابية بالنسبة للنادي الأهلي، تعادل سلبي، لكن التعادل ده يعني التعادل الإيجابي أكيد كان أفضل بكتير. النادي الأهلي هيكون خطف جون هناك، بقى جون باتنين، فكان هيفرق مع النادي الأهلي في مباراة العودة. نتمنى إن السيناريو ده ما يحصلش هنا في مصر، ولا قدر الله فريق حرية يخطف جون، هتبقى الأمور صعبة جدا، من هنا جاية صعوبة المباراة. نتمنى إن شاء الله إن لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني يكونوا موفقين بشكل كبير جدا في مباراة مهمة زي دي، من خلالها إن شاء الله النادي الأهلي يفوز ويعبر للدور المقبل، واللي هيكون ايضا في دور الاربعه، دور نصف النهائي. ومباراه هتكون غايه في الاهميه، سواء طبعا هنشوف الفرق اللي هيقابلها النادي الاهلي مين بعد التاهل ان شاء الله. خلينا مركزين في مباراه بعد بكره ان شاء الله الاهم، النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه في ظل حضور جماهيري 10,000 متفرج ان شاء الله يزروا النادي الاهلي بمنتهى القوه. زي ما احنا عارفين النهارده في مران مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي، الساعه 5 ابتدى يعني بالظبط، يعني اعتقد بيبتدي في هذه اللحظات في مقر النادي الاهلي بالجزيره وملعب التتش. عشان كده خلينا نروح سريعا لزميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي. يا كيمو مساء الفل عليك. مساء الفل عليك زميلي امير، برحب بيك وبرحب بكل مشاهديك وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام امير. طيب طمني يا كريم بقى عن الفريق، طبعا انت دايما متواجد مع فريق النادي الاهلي، عارف كل الكواليس الخاصه بالفرقه، وخصوصا وبالتحديد كمان قبل مباراه مهمه جدا في اياب دور الثمانيه امام فريق حريه كوناكري الغيني. في البدايه قول لي كده، التمرين ابتدى ولا لسه؟ يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي كان في محاضره فنيه لمنتخب التكتيكون، التدريب لسه ما ابتداش دلوقتي. قبل التدريب كمان عايز اقول لك حاجه مهمه، شايفين الحكم بكاري جسامه متواجد على ملعب مختار السيتي بيأدي التدريبات كالعاده. طبعا في حال وجوده ان هو بيكون متولي اي قيادة تحكيميه لاي مباراه بيبقى فيها طرف النادي الاهلي، متواجد على ملعب مختار السيتش النهارده، يمكن هو كمان وطاقم التحكيم المتواجد معاه. لعيبه النادي الاهلي في هذه اللحظات يمكن لسه نازله ارضيه الملعب، لسه التدريب ما بداش، بقول لك محاضره النهارده سبقت المران. مباراه مهمه جدا طبعا، في تركيز كبير كعادة لعيبه النادي الاهلي، مباراه بالنسبه لنا هي مباراه نهائي وليس مباراه تاهل، اللي احنا شايفينه المستر باتريك والكابتن محمد يوسف موصل للاعبين ان دي مباراه البطوله، هي دي المباراه، كل مباراه النادي الاهلي بيخشها في خلال المراحل اللي جايه بتكون هي مباراه بطوله. مباراه ان شاء الله تكون مهمه، ومباراه ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، وامالنا كبيره ان شاء الله حضور الجمهور باذن الله اللي يبقى ليه دافع كبير جدا ومؤازره جيده جدا للنادي الاهلي. اكيد. طيب كريم طمني على الاصابات، طبعا فقرات التمرين لسه ما ابتدتش، اعتقد النهارده هيكون التمرين خفيف شويه او لا لسه في كمان تمرين بكره، فاعتقد هيبقى في تمرين قوي بالنسبه للفريق بكره، هيكون تمرين يعني من الناحيه البدنيه اقل شويه بالنسبه للنادي الاهلي عشان يكون في تراي ماتش قبل المباراه بيوم. لكن بالتحديد عايز اطمن جمهور النادي الاهلي يا كريم على الاصابات، واحنا عارفين في اكثر من لاعب يعني عنده اصابه خلال الفتره اللي فاتت، وسوء حظ بيصادف الفريق قبل مباراه العوده امام حريه كوناكري. طمنا على الاصابات ماشيه ازاي يا كريم، وهل اتكلمت مع دكتور خالد محمود وطمنك ولا لا؟
هاخد من كلامك يا امير ان فعلا يمكن في سوء توفيق بهذا الجهاز الفني ولعيبه النادي الاهلي، كثره الاصابات ليها اسباب طبعا يمكن ذكرناها قبل كده، قلنا تلاحم المباريات والجديه القويه جدا للعيبه النادي الاهلي بتبان في كل المباريات والتدريبات. تمام. لو بروح معاك للاصابات طبعا يعني نقدر نقول ان فقدان سعد سمير كان امر متوقع بعد خروجه من مباراه حريه كونكري، لان يمكن ما كانش عنده الم في العضله الخلفيه، كان عنده شد، وشد في العضله الخلفيه يعني بياخد اكيد صعبه شويه كمان ان هو يخش في التدريبات الجماعيه. امس كان في الجيم النهارده يمكن في اختبار طبي لسعد سمير، لكن يعني بحكم الكوره وبحكم لغتنا ومرؤيتنا كمان للتدريبات سعد هيكون خارج قائمه النادي الاهلي وخارج التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. تمام. يعني كمان عمرو السوليه، يمكن عمرو السوليه كمان دخل في اجزاء من التدريب لكن لسه هيكون ان شاء الله جاهز عقب مباراه النجم اللبناني عمرو السوليه كمان بنأكد غيابه. دول اللي جايهم محمد نجيب طبعا يمكن ليهم ظروف خاصه، محمد نجيب استمراره طبعا للعمليه اللي بنتمنى له كل الشفاء ان شاء الله يا رب. اكيد لعيبه الرجاله ان شاء الله وخليه ظهور مميز جدا. دول اللي جايب نتمنى كمان ان شاء الله يعني مع مرور الوقت يخش في الاجواء بالنسبه لسه طبعا هو قدامه فتره، لكن يمكن هم دول اللعيبه اللي بنتمنى ان شاء الله يكون يعني يقربوا بالنسبه للاصابات، بعيد هم شويه طبعا لسه. لكن باكد لك يا امير السوليه وسعد سمير هم طبعا اللعيبه اللي كنا بنتمنى يكونوا متواجدين في هذه المباراه، متاكد على غيابهم طبعا يعني اثروا بشكل كبير. طيب كريم، كان في اختبار طبي المفروض هيتعمل لسعد سمير النهارده عشان يحددوا امكانيه لحقه بالمباراه او لا؟ انت خلاص بتاكد كده ان سعد سمير صعب جدا انه يلحق بمباراه ان شاء الله بعد بكره؟ هل كان في اختبار طبي اتعمل خلاص ولا لسه الامور هتبان اكتر خلال التمرين؟ يمكن من خلال تواجدي امير في اللحظات اللي انا اتكلمت فيها سعد سمير مش متواجد في ارضيه الملعب، واضح ان هو في الفريق بيؤدي بعض التدريبات. تمام. يعني نقدر نقول كمان واللي احنا سالنا وتاكدنا طبعا من طبيب النادي الاهلي كان بيقول فرص لحقه يمكن تكون قويه شويه، لكن باللي احنا شايفينه وبرؤيتنا لا نقدر نقول ان سعد سمير هيكون خارج تشكيله النادي الاهلي غدا. طيب ميدو جابر جاهز صح؟ لا، ميدو جابر بيأدي اداء متميز في التدريبات الاخيره واعلن جاهزيته، وحتى كان في تحذير كمان من مستر باتريس دي وكابتن محمد يوسف بعدم الاحتكاك في الكرات المشتركه حفاظا طبعا عليه، هو لسه راجع من اصابه لكن اكد جاهزيته بشكل كبير يكون متواجد ان شاء الله. عايز اكد لك كمان جاهزيه الشناوي، الشناوي طبعا خرج في تدريب الامس كان عنده كدمه في الركبه لكن يمكن كدمه بسيطه، كلمنا طبعا كمان الجهاز الطبي قال الشناوي كدمه بسيطه ان شاء الله ما توقفوش، وادى كمان تدريبات بسيطه جدا النهارده قبل انطلاق المران، وجاهز ان شاء الله بالنسبه لمباراه النادي الاهلي وحريه الشناوي ان شاء الله يكون موفق كمان باذن الله يعني في هذه المباراه. طيب كريم، انت من الناس القريبه قوي للفريق، قول لي لمست الحاله المعنويه بالنسبه لفرقه النادي الاهلي قبل المباراه ازاي؟ وكمان عايز اعرف منك البرنامج الخاص بالفريق حتى موعد المباراه بعد غد ان شاء الله. لو بتكلم معاك يا امير عن الحاله المعنويه وحاله اللاعبين، في تركيز كبير جدا وفي اصرار كبير وفي جديه في التدريبات اللي احنا شايفينها، في هدف هو اللي احنا شايفينه في عيون لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني للنادي الاهلي هو تحقيق البطوله، واحنا يمكن ماشيين الحمد لله خطوه بخطوه ان شاء الله بنقرب من المباراه النهائيه. عندنا ان شاء الله فرصه كبيره في وسط جمهورنا ان احنا نحقق نتيجه ان شاء الله تؤهلنا باذن الله الدور قبل النهائي. كمان عايز اكلمك على يمكن الامور الخاصه غدا باذن الله يكون يوم شاق شويه على الجهاز الفني بالنسبه للاجتماع الفني اللي هيكون صباحا طبعا، مؤتمر الصحفي هيكون في الساعه 5:30 للنادي الاهلي في ملعب السلام، يجي مباشره تدريب الساعه 6:00 ويكون التدريب الاخير على ملعب استاد السلام اللي هيستقبل المباراه. الساعه 7:30 هيكون المؤتمر الصحفي الخاص بفريق حريه كونكري الليفيني، يليه ايضا تدريب في الساعه 8:00 مساء على ملعب السلام. لكن بطمنك يا امير وبطمن كل جمهورنا، الامور هنا يمكن شايفينها فيها حاله تركيز كبيره ان شاء الله تنعكس باذن الله على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني وعلى جمهورنا اللي بنأكد عليه ان شاء الله باذن الله يكون ليه مفعول السحر باذن الله في المباراه يوم السبت على استاد السلام في الساعه 9:00 مساء. يا رب ان شاء الله. كريم بشكرك شكرا جزيلا. طبعا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي زميلنا العزيز قال لنا كل اخبار الفرقه وحطينا في الصوره بشكل كبير جدا، وطمنا كمان على فريق النادي الاهلي قبل المباراه غايه في الاهميه امام فريق حريه كونكري الغيني. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه في ظل مؤازره جماهيريه هتكون هامه جدا للنادي الاهلي في مباراه بعد غد ان شاء الله. خلونا بقى نبدا حلقتنا النهارده، خلينا نروح نشوف اهم العناوين. الخطيب يرأس اجتماع اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي. الأهلي يستجيب لرغبات الأعضاء في النسخة الأخيرة من لائحة النظام الأساسي. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة بطل غينيا. الكشف الطبي يحسم موقف سعد سمير. أجيري يختار 12 محترفا لمواجهة سويسرلاند. مصر تتقدم مركزا وحيدا في تصنيف الفيفا الشهري. طرد رونالدو في مباراة يوفنتوس وفالنسيا يثير الجدل.
طبعا زي ما احنا اتكلمنا مع كريم من شويه، موضوع الكشف الطبي بالنسبه لسعد سمير خلاص يعني الموضوع اصبح صعب ان سعد سمير يلحق مباراه يوم السبت ان شاء الله للاسف، لكن ان شاء الله النادي الاهلي عنده البدائل الجيده جدا اللي تحل محل سعد سمير بجوار طبعا سليف كولوبالي في خط الدفاع، سواء قرر الجهاز الفني البدء باحمد فتحي في هذا المركز كمساك او ايمن اشرف الاقرب ان هو يبدا في هذا المركز، وخصوصا ان هو الموسم اللي فات لعب كمساك تقريبا في معظم المباريات ان لم يكن كلها كمان يعني بالنسبه لايمن اشرف، وادى بشكل اكثر من رائع، فاعتقد هو اللي هيكون اقرب لتعويض سعد سمير، وايضا في ظل غياب محمد نجيب. طبعا خلينا نروح نشوف اهم اخبار النادي الاهلي في الصحف النهارده. الأهرام إلغاء بندي التعيين والسن للرئيس، تحديد عدد أعضاء المجلس، الإشراف على روابط الجماهير، مجلس الأهلي يستجيب لرغبات الأعضاء في النسخة الأخيرة من لائحة النظام الأساسي. المساء لوضع الترتيبات النهائية للجمعية العمومية للأهلي، الخطيب يرأس اجتماع اللجنة المركزية لمشروع لائحة النظام الأساسي. الأهرام الإصابات صداع في رأس كارتيرون قبل ساعات من مواجهة الأهلي وحرية كوناكري. المدير الفني يحذر لاعبيه ويوسف يعلن جاهزية ناصر والشناوي وجوزيه يتحدث عن بشرة خير. الأخبار لعنة الإصابات تطارد الأهلي، كارتيرون يرفع المعدلات البدنية ومعسكر مبكر استعدادا لحرية. المساء كارتيرون يستنجد بالكبار لانتفاضة الأهلي، اجتمع بعاشور وفتحي وإكرامي وطلبهم بتحفيز زملائهم في الدوري وأفريقيا. الشروق معسكر مغرق للأهلي قبل مواجهة حرية كوناكري الغيني، يوسف يؤكد جاهزية ناصر ماهر، اختبار طبي لسعد سمير والسولية يعود لتدريبات بعد النجمة. الدستور كارتيرون يفاضل بين فتحي وأشرف أمام حرية والشناوي جاهز. روزا اليوسف كارتيرون يدرب اللاعبين على ضربات الحظ. الأخبار المسائية، الأهلي يرتب أوراقه، الإدارة تحسم مصير مؤمن وجمعة وصفقات الشتاء بعد موقعة حرية. طيب طبعا الاهرام اتكلمت عن اللائحه وده شيء اكيد مهم جدا، واحنا اتكلمنا فيه اكثر من مره، ان شاء الله النادي الاهلي بالتحديد يوم 28 من الشهر الجاري طبعا اعضاء النادي الاهلي هيكونوا متواجدين ومتوافدين كمان على مقر النادي الاهلي في الجزيره للتصويت على لائحه النظام الاساسي او بالتحديد مشروع لائحه النظام الاساسي. زي ما احنا عارفين الفتره اللي فاتت النادي الاهلي كان عرض المشروع ده لاعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي وايضا لجمهور النادي الاهلي من خلال التواصل مع الاعضاء او اعضاء مجلس الاداره بالتحديد عشان يتكلموا في اللائحه وبعض البنود اللي ممكن تضاف او تحذف او يتم تعديلها، وده فعلا اللي حصل. النادي الاهلي عدل 31 بند في لائحه النظام الاساسي او مشروع لائحه النظام الاساسي بناء طبعا على التواصل مع اعضاء النادي الاهلي ومع كمان جمهور النادي الاهلي، وكان معمول طبعا بريد الكتروني للتواصل. بالتالي كمان كان في اكثر من 3500 مقترح، في الاخر تم الاستقرار على بعض التعديلات المهمه وتعديل كمان اكثر من 31 بالظبط بند في لائحه او مشروع لائحه النظام الاساسي، فبالتالي ده كان شيء اهم جدا. من ابرز البنود اللي احنا لازم نتكلم فيها وهي خاصه برئيس النادي. زي ما احنا عارفين قبل كده كان محدد من سن 40 ل 70 سنه رئيس النادي يترشح، قبل اصغر من 40 سنه ما ينفعش يترشح واكثر من 70 سنه ما ينفعش يترشح على مقعد الرئيس، تم تعديل هذا البند، اذا اي حد اقل من 40 سنه يقدر يعلن ترشحه او يقدم اوراق ترشحه لرئاسه النادي الاهلي، واكثر كمان من 70 سنه، وده شيء اكيد كان مهم وهيتيح فرصه كبيره للشباب للحق في الترشح لرئاسه النادي الاهلي، وده شيء جيد ومميز جدا. وايضا زي ما احنا عارفين الوفاق او وفقا للميثاق الاولمبي بيسمح او ما بيسمحش كمان بالتمييز على اساس السن والدين او العرق، فبالتالي ده كان شيء مهم جدا. وبالتالي كمان يعني زي ما احنا عارفين كان في شرط ان دايما يبقى في مقعد للمراه، تم الغاء هذا الشرط او تم الغاء هذا البند عشان ايضا ده طبقا للتمييز، ما يبقاش في تمييز طبعا في اللائحه، وده شيء مهم، وده طبقا طبعا للميثاق الاولمبي. ويمكن البعض كان انتقد شويه ليه كابتن محمود الخطيب راح او المجلس ليه راح واجتمع مع اللجنه الاولمبيه برئاسه المهندس هشام حطب، ادينا عرفنا اهميه هذا الاجتماع عشان ما نعيدش الكره تانية او ما نعيدش الموضوع تاني، ممكن اللجنه الاولمبيه يبقى عندها بعض
الامور اللي لازم تضيفها من خلال المساق بتاعها على اللائحه، فبالتالي النادي الاهلي اختصر وقت ومسافه ومده وزمن كبير جدا من خلال الاجتماع مع اللجنه الاولمبيه، سواء في مقر اللجنه الاولمبيه في مدينه نصر او لما زارت اللجنه الاولمبيه وفد اللجنه الاولمبيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره، واجتماع مع مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، فبالتالي ده كان شيء مهم جدا. ايضا من ضمن الاشياء والبنود الهامه جدا ان اعضاء او اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي زي ما احنا عارفين هيبقوا 12 من خلال رئيس ونائب وامين صندوق وسبعه اعضاء واثنين عضوين تحت السن اقل من 35 سنه، وده شيء اكيد ايضا مهم، وعدد الاعضاء اعتقد مناسب جدا عشان طبعا كل ما العدد يبقى يعني 12 او يمكن اكتر شويه اقل من كده هيبقى صعب، عشان طبعا لازم يبقى في اراء مختلفه داخل المجلس وكله بيبقى في مصلحه النادي بشكل عام. الشيء بقى الاكثر اهميه وهو خص روابط المشجعين. زي ما احنا عارفين روابط المشجعين كانت بتتعمل بطريقه عشوائيه خلال الفترات اللي فاتت، طبعا يعني ايه يعني كانتش بتبقى فيها نظام او تواصل بالتحديد مع مجالس الانديه بشكل عام مش النادي الاهلي بس، فبالتالي النادي الاهلي يعني قرر انه يكون في تواصل ويكون في تنظيم لروابط المشجعين للحفاظ على حقوق الجماهير وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم كمان، وده شيء هام جدا. واكد كمان او اكدت النادي او اللائحه بالتحديد ان اي فئه غير منضبطه ستكون خارج هذا النسيج، طبعا ده خلال التواجد في لائحه النظام الاساسي وبنك كان مهم جدا، وعدد الجماهير اللي ممكن من خلالها تعمل رابطه او يتم تكوين رابطه مش هيكون اقل من 150، هيكون في دعم مالي كمان من او دعم مادي كمان من النادي الاهلي، يعني امور كلها هتكون تحت الاشراف من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، ده شيء مميز ومهم جدا 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 عشان ان شاء الله نتفادى اي مشاكل ممكن تحصل من خلال روابط المشجعين بشكل عام. هم لما بيعملوا مشاكل بيبقى هم هدفهم ان هم طبعا حفظهم على اساسيات النادي وحبهم للنادي الاهلي، فبالتالي عايزين الجزئيه دي تبقى منظمه، وده كان موجود في لائحه النظام الاساسي واللي هيتم عرضه ان شاء الله يوم 28 من الشهر الجاري. مهم جدا 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 يعني توافد عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي، احنا عارفين النصاب القانوني 12500 عضو، مهم يكونوا متواجدين، ان شاء الله اتوقع ان هيكون في اكتر من كده علشان ده شيء مهم ان اعضاء النادي الاهلي يحددوا الدستور الخاص بيهم، ما يمشيش النادي الاهلي باللائحه الترشيديه، وده شيء هام لكيان كبير جدا زي النادي الاهلي. خلينا طبعا نروح لعنوان ايضا كان مهم جدا وهو خاص بان مستر مانويل جوزيه قال ان في بشره خير للنادي الاهلي من خلال حديثه مع الكابتن محمد يوسف. زي ما احنا عارفين امبارح مستر مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للنادي الاهلي كان متواجد في مقر النادي الاهلي في الجزيره وبتحديد ملعب التتش وازر اللاعبين قبل مباراه مهمه جدا امام فريق حريه كوناتري الغيني، وسلم طبعا على اللاعبين وعلى الجهاز الفني بالكامل، وكان اتكلم كده مع كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكرة، وقال لمحمد يوسف او الكابتن محمد يوسف تحديد قال له ان انت اخر واحد حققت البطوله دي، فانا مستبشر بوجودك في الجهاز الفني ان شاء الله انت برضو من خلال الجهاز الفني ومستر باتريس كارترون تحقق هذه البطوله، وبالتالي دي بشره خير من مستر مانو جوزيه للكابتن محمد يوسف والنادي الاهلي بشكل عام. بطوله اكيد وحشتنا جدا، نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق خلال بطوله الموسم ده ونقدر نعود مره ثانيه او مره سادسه كمان لكاس العالم للانديه زي ما تعودنا من النادي الاهلي. خلينا نروح نشوف اهم عناوين النادي الاهلي في المواقع ونرجع مره ثانيه. الموقع الرسمي للاهلي الجمعه كارتيرون يعقد مؤتمر صحفي للحديث عن مباراه حريه كوناكري. الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي الاصابات تضرب الاهلي قبل مواجهه حريه في مهمه الوصول لقبل النهائي. اليوم السابع الاهلي يسابق الزمن لتجهيز سعد سمير لمواجهه حريه واختبار طبي لتحديد موقفه. بوابه الاهرام اختبار اخير يحسم موقف مدافع الاهلي من مواجهه بطل غيني. موقع فريق حريه الغيني خادم نيدياي اثق في الفوز. الاهرام سبورت نجيب يبدا تنفيذ برنامجه العلاجي الاثنين. فيتو الاهلي يعلن جاهزيه مروان محسن لرحله لبنان. الاهلي دوت كوم ميدو جابر تشبيهي بوليد سليمان شرف واتقبل اراء الجماهير. طبعا
يعني من ضمن الاخبار الهامه جدا وهو خبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي ان هيكون في مؤتمر صحفي لمستر باتريس كارتيرون غدا ان شاء الله، وده طبقا للوائح وقواعد الاتحاد الافريقي قبل مباريات هذه البطوله بشكل عام. فبالتالي بكره ان شاء الله هيكون في مؤتمر صحفي مستر باتريس كارتيرون ومع كابتن الفريق حسام عاشور للحديث عن هذه المباراه والرد على اسئله الصحفيين اللي هيكونوا متواجدين ان شاء الله في هذا المؤتمر. المؤتمر هيكون الساعه 5:30 بالتحديد، بعديه على طول هيكون المران الاخير بالنسبه للنادي الاهلي واللي هيستعد من خلاله لمباراه بعد غد امام فريق حريه كوناكري الغيني، وهيتم الحديث من قبل مستر باتريس كارتيرون وايضا حسام عاشور نجم الفريق وكابتن فريق النادي الاهلي. في المقابل ايضا فريق حريه كوناكري الغيني هيكون عنده مؤتمر صحفي الساعه 7:30 قبل المران الاخير بالنسبه له ايضا على استاد السلام اللي هيكون فيه تمام الساعه 8 مساء، وهيكون من خلال المدير الفني لفريق حريه كوناكري وايضا كابتن الفريق، وده طبقا لقواعد الكاف والاتحاد الافريقي لكره القدم. خبر سعد سمير، خلاص احنا اكدنا سعد سمير خلاص صعب ان هو يكون في مباراه بعد غد. ايضا من ضمن الاخبار موقع فريق حريه كوناكري عندهم طبعا حارس احنا عارفينه كويس، حارس منتخب السنغال واللي كان متواجد في كاس العالم الماضيه، وقال انه يثق بشكل كبير جدا ان هم هيفوزوا على النادي الاهلي لا قدر الله يعني، وان هو طبعا ما لعبش الماتش اللي فات احنا عارفين كان موقوف، بالتالي هو هيكون متواجد في المباراه بعد غد امام النادي الاهلي، وايضا شاف او كان شايف ان هم كانوا قادرين ان هم يحرزوا هدف على الاقل في مرمى النادي الاهلي خلال مباراه الذهاب هناك في كوناكري، وقال ان احنا هنلعب من غير ضغوط وهنحرز اهداف في النادي الاهلي. فنتمنى ان شاء الله ان كل كلامه ده يكون غلط وما يحصلش والنادي الاهلي هو اللي يكون موفق وهو ما يبقاش موفق عشان نقدر ان شاء الله نصعد لدور نصف النهائي. ايضا كمان من ضمن الاخبار الهامه جدا دكتور خالد محمود ده طبيب الفريق الاول لكره القدم بالنادي اكد ان مروان محسن خلاص في المراحل النهائيه للتعافي بشكل كبير جدا، جاهزيته قربت بشكل كبير، بالتالي هو هيكون لائق للمشاركه، لائق من الناحيه الطبيه بالتحديد للمشاركه في مباراه النجم اللبناني ومباراه الاياب امام هذا الفريق في بطوله العربية يوم 27 من الشهر الجاري في بيروت. طبعا أكيد نتمنى لمروان محسن كل التوفيق والعودة سريعا للملاعب لأن مروان أحد العناصر المهمة جدا بالنسبة للنادي الأهلي بشكل عام. خلينا نروح نشوف في جولة مهمة جدا لأهم الأخبار المحلية والعالمية وأيضا أخبار محترفينا في الخارج. الأخبار المسائي، عبد الفتاح يتمسك بالاستقالة، اجتماع المقبل يحسم مصير اللجنة وغضب قضاة الملاعب، أزمة جديدة. الأخبار المسائي، المقاولون يجهز ملف مباراة بيراميدز للأولمبية. الأهرام، ضياع النقطة السابعة يكلف كل لاعب بالزمالك 100,000 جنيه، رئيس النادي ينقلب على جروس بسبب الأخطاء الواضحة ويهدد بالتدخل في التشكيل. الأهرام، علي ماهر يطلب مكافآت إجادة للاعبي سموحة بعد التعادل مع الزمالك. الأخبار، الدراويش غضبون بعد سقوط الثلاثي سموحة الفرصة الأخيرة لمضوي ورفاقه في الإسماعيلي. المساء، احتجاجا على سوء النتائج وضعف المستوى جماهير الإسماعيلي تحضر لقاء سموحة بالملابس السوداء، انقصاد داخل مجلس الإدارة حول توقيت رحيل مضوي المدير الفني. الأهرام المسائي، ليلة الديربي في القسم الثاني، قمة بين المنصورة والمحلة، صدام المنيا والفيوم، والسويس يواجه القناة. الأخبار، الريال يصعق روما وليون يهزم السيتي بدوري أبطال أوروبا. الأخبار المسائي، الجماهير تطلق حملات لدعم صلاح والنجوم تؤازرهم. في الجول، قائمة مصر 12 محترفا لمواجهتي سويسرلاند واستمرار غياب السعيد. الفجر، تأجيل سفر منتخب مصر إلى سويسرلاند. الشروق، مصر تتقدم مركزا وحيدا في تصنيف الفيفا الشهري. الوطن سبورت، أبو ريدة في شرم الشيخ بصحبة رئيس الكاف. فيتو، ميشيل سيرجادو مدير فني المنتخب حال إدانة أجيري بقضية التلاعب. سوبر كورة، اتحاد الكورة يبحث عن راعي جديد لملابس المنتخبات. اليوم السابع، رسميا طارق العشري مديرا فنيا لحرس الحدود. البوابة نيوز، المكافآت سلاح الانتاج الحربي قبل لقاء المقصة. سكاي نيوز، ضربة جديدة لرونالدو بعد الطرد التاريخي.
سبورت 360، ماذا قال رونالدو للحكم بعد طرده بالبطاقه الحمراء ضد فالنسيا؟ اس راموس يسجل رقما قياسيا سلبيا في دوري الابطال. طيب، في اخبار كتير مهمه بصراحه في الاخبار المحليه والعالميه واخبار المحترفين كمان، بس بالتحديد خبر كابتن عصام عبد الفتاح ان هو بيهدد بالاستقاله والكلام من ده، انا بصراحه اشك في الخبر ده، ان كابتن عصام عبد الفتاح عايز يقدم استقالته، وان بيقال طبعا من خلال الخبر ان الاسبوع الجاي كابتن عصام عبد الفتاح هيكون متمسك بالاستقاله من لجنه الحكام. اعتقد دي هتكون صعبه شويه، لان كابتن عصام عبد الفتاح من الاخر يا جماعه كان الهدف الاساسي بالنسبه له ان هو يكون في او رئيس لجنه الحكام بالتحديد، وده كان كمان من خلال الترشح لعضويه اتحاد الكره، فبالتالي صعب ان هو يتخلى على عن هذا الموضوع بالتحديد. من ضمن طبعا الحاجات المهمه جدا كابتن عصام الفتاح واللي خليته ان هو يكون متواجد في مجلس اداره اتحاد الكره، وان هو يترشح لانه يكون متواجد بخلاف ان هو يكون رئيس لجنه الحكام، ايضا ده هيسهل له المسؤوليه ان هو يكون متواجد في لجنه الحكام بالاتحاد العربي والاتحاد الافريقي. فصعب جدا ان واحد يكون هدفه كده ويتمسك بالاستقاله. اعتقد ان ده يعني طريقه من كابتن عصام الفتاح عشان يكون في تمسك من مجلس الاداره بيه، لكن خليني اقول لكم ان في بعض اعضاء مجلس الاداره في اتحاد الكوره بيضغطوا على كابتن عصام الفتاح فعلا ان هو يتمسك بالاستقاله. اشك في الموضوع ده، اعتقد كابتن عصام الفتاح هيكمل كرئيس لجنه الحكام في اتحاد الكوره، واتمنى ان هو يعني يحاول يعدل الامور شويه، لان الامور كانت ماشيه الفتره اللي فاتت بشكل صعب جدا. يعني هو كان متمسك قوي 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 خلال السنه اللي فاتت، لو تفتكروا مباراه الزمالك وسموحه ومع بدايه الموسم ده، ان ما يكونش فيه حكام اجانب. مباراه الزمالك وسموحه بتاعت نهائي كاس مصر، قال لك لا ما ينفعش خالص ان يكون فيه حكام اجانب ومش عارف ايه والكلام من ده، لكن فوجئنا طبعا قبل مباراه بيراميدز والمقاولون العرب انه جاب حكام اجانب، وبالتحديد طاقم الحكام التونسي اللي ليه اكيد كل التقدير والاحترام، لكن احنا بنتكلم في اسس وقواعد، او بالتحديد كمان الفير بلاي. انت ابتديت الموسم بشكل ما واكدت ان مش هيكون في حكام اجانب، خلاص ما ترجعش في كلامك بقى، كمل زي ما انت، ما خليش حد يضغط عليك او شخصيه كبيره تضغط عليك. فبالتالي امور صعبه جدا في اتحاد الكره بالتحديد، وبالتحديد كمان لجنه الحكام. نتمنى ان هم يتداركوا هذه الامور عشان الدوري يكمل بشكل جيد، وعشان يكون في تكافؤ لكل الفرص لكل الفرق طبعا في بطوله الدوري، وخصوصا كمان ماتش بيراميدز والمقاولون كان 3 حكام بس اللي بيديروا المباراه مش 5. من بدايه الدوري حتى مباراه المقاولون وبيراميدز كانوا 5 حكام. ليه تم تغيير هذا الموقف؟ ليه بقوا 3 بس؟ كان ممكن تجيب 2 حكام دوليين، يعني انت جايب 3 من تونس، هات 2 من مصر يكونوا الحكام الاضافيين في هذه المباراه، ومشي الامور زي ما كانت يعني على اقل تقدير. كمان اتحاد الكره ما ابلغش نادي المقاولين انه هيجيب حكام اجانب، خصوصا ان هو صاحب الارض. خلينا نقول ان قانونيا ما فيش اي امور غير قانونيه حصلت في هذه المباراه. المباراه ممكن تتلعب بحكم واحد عادي جدا، قانونيا ينفع. ايضا حته ان اي فريق سواء الضيف او المضيف ان هو يختار ان يجيب حكام اجانب ويدفع الفلوس تحديد $15,000 تقريبا على ما اتذكر، ده ايضا قانونيا ينفع، لكن احنا عايزين الامور تبقى ماشيه بحياديه تامه مع كل الفرق، وما يبقاش فيه طبعا اي مشاكل بهذا الموضوع. طب خلينا نروح بسرعه للمهندس محمد عادل، المشرف العام على الكره بنادي المقاولون العرب. يا باش مهندس، مساء الفل عليك. اهلا، مساء الخير عليك وعلى المشاهدين. عايزين نعرف تطور هذه القضيه، مباراه فريق المقاولون وبيراميدز، وزي ما احنا عارفين او قرينا ان فريق المقاولون العرب هيقدم تقرير للجنه الاولمبيه، قول لنا كل التفاصيل الخاصه بهذه المباراه. والله شوف، احنا بنقول دي مساواه، ده دوري يعني مجموعه من الناس اتفقت انها تقيم على شروط معينه. لو المسؤول عن الشروط دي غيرها المفروض انه بيخطر الانديه او الناس المتسابقين معاه بتغيير شروط. ما علينا من هذا الكلام، تمام. اساسها المساواه ما بين الجميع في المسابقه. المسابقه بتقام بقى لنا سنتين ب6 حكام او 5 زي ما بيقول. تمام. ابعد بقى عن حكام اجانب او مش اجانب عشان ما نخش في سكه هو لا الاتحاد يبلغ ولا ما يبلغش، ومن حقه مش من حقه، ما نخش في هذا الكلام. انما القانوني ان انا العب زي غيري بالظبط، ومباراة بتتلعب معايا في نفس الوقت 6 حكام وانا ب4. هل ده يحقق العداله والمساواه في هذا الكلام؟ لا طبعا. خلاص،
احنا بعتنا لاتحاد الكوره بنطالب بالمساواه بيننا وبين الاخرين بعز المباراه بحكام من سته زي الباقي المتسابقين منتظرين الرد من اتحاد الكوره. على ضوء الرد هناخد الاجراء اللي بعده زي كان الاجراء اللي بعده التصعيد القائل للجنه الاولمبيه. هناخد ذاتنا حقنا هنصعد لحد ما نوصل لحقنا في هذا الكلام. طيب باشمهندس محمد عايز اعرف ايه القرار اللي نادي المقاولون منتظره من هذا او هذه الخطابات بالتحديد، وخصوصا ان المباراه يعني من ناحيه قانونيه زي ما قلنا ما فيهاش اي مشاكل، لكن احنا بنتكلم في جزئيه الفير بلاي بالتحديد. انتوا ايه القرار اللي انتوا منتظرينه؟ القرار بزراعه المباراه، اعاده المباراه. انا طالب كده. طب وحضرتك شايف ان ممكن القرار ده يعني يتم اتخاذه ولا متوقع ايه؟ اصل صعب شويه يعني اعتقد. لا مش صعب. اذا كان هناك قانون بينفذ اذا كنت بص اذا كنت صاحب حق انا عايز حقي. صاحب حقي ولا انت مش صاحب حق؟ ولا اقدر اوصل لحد ما اوصل للمرحله اللي تديني حقي. طب الحجه القانونيه اللي حضرتك شايفها او اللي هيقدمها نادي المقاولون عشان يستند من خلالها في اعاده المباراه هتكون ايه؟ اعتقد المستندات كتيره اول ومتعدده. زي تمام. وانا بتكلم في نقطه واحده بس. انا لعبت بكام حكم؟ ثلاثه اربعه. كل الفرق في نفس اليوم بتلعب بكام حكم؟ في 360 او اكثر من 360 مباراه اقيموا الدوري من اول مسابقه يقام بايه؟ بهذا الوقت بالظبط. حقي واضح جدا ولا يحتاج لاي مستندات، لكن هنقدم المستندات المطلوبه في الوقت المكان. تمام باشمهندس بشكرك شكرا جزيلا. طبعا مهندس محمد عادل المشرف العام على فريق الكره بنادي المقاولون العرب، وكلمنا على كل الامور الخاصه بمباراه المقاولون وبيراميدز، وقال ان هم بيتمنوا اعاده هذه المباراه، بس اعتقد الموضوع هيكون صعب شويه لان خلاص المباراه اتلعبت من كل النواحي القانونيه، ما فيش اي مشكله قانونيه من خلال متابعتنا وسؤالنا من اكثر من حكم دولي، ومن طبقا للوائح والقوانين الخاصه بالاتحاد الدولي اعتقد صعب جدا ان يكون اعاده المباراه ما بين بيراميدز والمقاولون العرب. في جزئيه اخرى عايزين نتكلم فيها وهي خاصه بتقنيه الفيديو. تقنيه الفيديو يمكن البعض او خلال الفتره اللي فاتت كله قال خلاص من الجوله الجايه هيكون في تقنيه الفيديو وكلام من ده صعب جدا او مستحيل كمان، ما ينفعش من جوله او اخد قرار النهارده بكره يبقى في تقنيه فيديو. في بعض الشروط اللي لازم تتوفر في تقنيه الفيديو بالتحديد او الفار بشكل عام في مصر. اولا انت لازم تودي او تقدم خطاب للاتحاد الدولي عشان تطلب منه ان احنا هنحكم المباريات بتقنيه الفيديو. عشان يوافق الاتحاد الدولي هياخد فتره كبيره جدا، يعني لو وافق مع بدايه الموسم الجاي يبقى كتر خيره. الجزئيه الثانيه ان لازم يتم تدريب الحكام على انهم طبعا يديروا المباريات من خلال تقنيه الفيديو، وده هيحتاج وقت ايضا، فصعب ان الفار يطبق مباشره. وفي اكتر كمان من جزئيه خاصه بهذه او بهذا الموضوع، ان لازم كمان يكون في مباريات وديه يطبق من خلالها تقنيه الفيديو، بيسموها مباريات اوف لاين، ما بتبقاش مباريات رسميه، عشان يجربوا هذه التقنيه يشوفوا مدى استيعاب الحكام. وكمان في تجهيزات لازم تكون متواجده في الملعب عشان تطبق هذه التقنيه. فامور بصراحه ملخبطه شويه بالتحديد في التحكيم هنا في مصر، لكن اتمنى ان شاء الله ان كل الامور تمشي بشكل جيد علشان ان شاء الله الدوري يسير بالشكل المأمول والمطلوب. وزي ما احنا عارفين بصراحه الدوري السنه دي قوي جدا وفي منافسه شديده جدا، وكمان في ظل عوده الجماهير بشكل عام حتى لو 5000 متفرج مبدئيا ده شيء بيطفي للموسم الكروي بشكل عام اثاره ومتعه زي ما كنا متعودين زمان قبل كده. مباريات بجمهور كانت كويسه جدا، فبالتالي ان شاء الله نتمنى ان كل الامور تمشي بشكل جيد في اتحاد الكره ولجنه الحكام بالتحديد. طيب خلينا ايضا نروح في الجول، واللي خلاص اعلن او الجهاز الفني منتخب مصر اعلن القائمه الخاصه بالمحترفين اللي هيكونوا متواجدين في مباراتي سويسلاند. خلينا اقول لكم اللاعبين اللي اختارهم الجهاز الفني بقياده مستر اجيري، احمد المحمدي واحمد حجازي، دول اللاعبين المحترفين يا جماعه، احمد المحمدي واحمد حجازي ومحمد النني ومحمد صلاح واحمد حسن كوكا وعلي غزال ومحمود حسن تريزيجيه وعمرو ورده عمرو طارق أسام مرسي ومحمد عواد وحسين الشحات. استمرار غياب عبد الله السعيد، خلينا اقول لكم ان صعب ان عبد الله السعيد يرجع منتخب تاني. لو احنا بنتكلم في مبدا السن وان الجهاز الفني عايز
ينزل بمعدل الاعمار في منتخب مصر، فبالتالي صعب جدا ان عبد الله السيد، لان خلاص هو عنده 33 سنه. لو انت بتتكلم على تواجد عبد الله السيد في المنتخب يبقى الاولى احمد فتحي، هو نفس السن تقريبا. احمد فتحي لعيب كبير جدا ومهم جدا تواجده في المنتخب، فصعب ان يكون عبد الله السيد من ضمن اختيارات الجهاز الفني خلال الفترات المقبله. طيب جريدة الفجر قالت ان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده مستر اجيري قرر تعديل موعد السفر. زي ما احنا عارفين عندنا مباراه في تصفيات الامم الافريقيه ان شاء الله امام سويسلاند يوم 12، كان مقرر ان الفريق يسافر مباشره بعد المباراه لسويسلاند عشان مباراه يوم 16، لكن مستر اجيري عدل الميعاد، وخصوصا ما بقاش في طياره خاصه خلاص، فبالتالي هيكون السفر يوم 13 بالتحديد خلال الشهر المقبل عشان ما يكونش فيه اجهاد بالنسبه للاعبين، ويستعدوا ان شاء الله بشكل قوي لمباراه يوم 16، وده اكيد شيء مهم لمنتخب مصر. نتمنى البدايه يمكن بصراحه كانت مبشره جدا خلال المباراه الاولى امام النيجر، وكبيره او نتيجه كبيره جدا اداها المنتخب المصري سواء من ناحيه الاداء او من ناحيه السكور 6-0، ففي حاجات مبشره بصراحه، نتمنى لهم كل التوفيق خلال المرحله المقبله. طيب في خبر اخر برضو خاص بجريده فيتو، واللي بيتكلم فيها ان هيتم تعيين ميشيل سالجادو مديرًا فنيًا للمنتخب حال اثبات ان في تلاعب من قبل مستر اجيري، واحنا عارفين قصه التلاعب في الدوري الاسباني سابقا. لو تم اثبات هذا الموضوع فبالتالي هيكون ميشيل سالجادو هو اللي هيكون مدير فني منتخب مصر. طب ليه كان من الاول، يعني ليه فكرنا من الاول ان احنا نجيب راجل عليه كلام كتير او في يعني شك من موضوع التلاعب ده؟ طب ما هو ميشيل سالجادو لو مسك منتخب مصر ما عندوش اي خبرات تدريبيه. ميشيل سالجادو موجود مع المنتخب وكل حاجه، وحتى موجود في المعسكرات، بس على فكره ده من ضمن العقد بتاعه ان هو يكون متواجد في المعسكرات بس مع منتخب مصر، لكن ما اعتقدش انه عنده الخبره الكافيه ان هو يقود منتخب كبير بحجم منتخب مصر لو تم ابعاد مستر اجيري عن قياده المنتخب. اعتقد برضو دي من ضمن الحاجات السلبيه اللي كنا نتمنى ان يدركها اتحاد الكره بشكل كبير. طبعا كابتن طارق العشري خلاص بقى مدير فني لفريق حرس الحدود، وهو طبعا كان يعني عمل معاهم نتائج جيده جدا قبل كده، وخلفا طبعا للكابتن عماد سليمان. فريق حرس الحدود زي ما احنا عارفين بيحتل المركز الاخير في بطوله الدوري وبرصيد 3 نقاط، لعب 7 مباريات ما فاز في اي منها، وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4، فبالتالي الامور صعبه بالنسبه لحرس الحدود. نتمنى كل التوفيق لكابتن طارق العشري. طيب خلينا نروح سريعا لمداخله هامه جدا مع الكابتن هاني رمزي مدرب منتخب مصر. يا كابتن هاني مساء الفل عليك. مساء الخير يا امير، اهلا. ازي حضرتك، عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. عايزين طبعا في البدايه نطمن على المنتخب وكل الاستعدادات الخاصه بمباراتي سويسلاند خلال الفتره المقبله، وخصوصا ان مباراتين مهمين جدا في مشوار المنتخب نحو التاهل لبطوله الامم الافريقيه. طبعا احنا بدانا التحضير اوريدي من بدري، يعني احنا طبعا بعد مباراه النيجر الحمد لله ادينا بشكل كويس جدا نتيجه واداء تمام، على طول بعديها يمكن بايام قليله جدا بدانا نحضر لمباراه سويسلاند لانها مباراه كمان مهمه جدا جدا في مشوارنا. تابعنا لقائهم مع منتخب التونسي على ارضهم وكانت هزيمتهم 2-0، تابعنا الشكل الاداء اللي بيقدموه، الشكل الفني، الشكل البدني للفرق كلها. وبدانا كمان احنا نراجع كمان ونتابع مباراه الدوري اللي استضيفت بعد ايام من بعد مباراه النيجر، بنتابع الاولاد اللي كانوا موجودين معنا في المعسكر، وبنتابع عناصر جديده ممكن تنضم للقائمه في الفتره اللي جايه، مع كمان الاطمئنان على بعض اللاعبين اللي هم كان عندهم اصابات في الفتره اللي فاتت وتم استبعادهم نتيجه الاصابه، زي كوكا وزي رمضان صبحي. و فتابعنا اللعيبه الفتره اللي فاتت، تقريبا شفت كل مباريات الدوري اللي اتلعبت في الفتره اللي فاتت، و بنتابع اللعيبه بشكل كويس اذا كانت لعيبه محترفه في الخارج او محترفين داخل مصر. النهارده اعلنا القائمه بالنسبه للمحترفين بره، وان شاء الله خلال اللي احنا بنتابع لسه الدوري في كمان اسبوعين في مباريات هتتلعب ان شاء الله لغايه يوم 6 اكتوبر هنتابع كل الفرق، وقبليها باربع ايام ان شاء الله، يعني احنا عندنا تجمع يوم 8 ان شاء الله قبلها باربع ايام بنعلن قائمه المحليين. تمام. طيب كابتن هاني عايز اعرف هل ممكن ان يتم اضافه بعض اللاعبين المحليين بالتحديد خلال المعسكر القادم، بعد ما شفنا بصراحه عدد من اللاعبين اللي كانوا مميزين في المباراه الاولى، هل ممكن ان انتم تفكروا تضيفوا لاعبين اخرين ولا مش في المرحله دي، ممكن تكون مؤجله لمرحله اخرى؟
لا احنا ماشيين على سياستنا بصراحه يعني احنا دايما بنوسع قاعده الاختيارات بنختار الانسب للمرحله اللي احنا بنمر فيها. زي ما قلت لك احنا قفلنا ملف النايجر وقدمنا الحمد لله بشكل كويس، لكن ما فيش مانع ان لو ظهر لعيب بشكل مميز خلال الدوري المصري من خلال مباريات الدوري المصري ممكن يكون متواجد. اللعيبه اللي داخله جديده على القائمه اللي فاتت اعتقد مش هتكون كتيره، ممكن يكون اثنين او ثلاث لعيبه برضه يكون هيشاركوا بيظهروا بشكل كويس. زي ما بقول لك احنا بنتابع مباريات الدوري بشكل كويس، عارفين ان احمد حجازي يمكن موقوف المباراه الاولى، وبالتالي ممكن جدا يكون في عنصر جديد موجود في منتخب في هذا المركز. في عودة كوكا لمركز رأس الحربة، عندنا مروان محسن عنده إصابة، اطمنت أنا بصفة شخصية على علي جبر لأن حصل إصابة في مباراة بيراميدز اللي فاتت، اطمنت على محمد حمدي لاعب بيراميدز ما شاركش المباراة اللي فاتت، هو عنده شد خفيف في العضلة الخلفية. بنتابع كل الأمور بصراحة يعني بالنسبة لقائمة المحليين زي ما بقول لك الباب مفتوح للجميع، ما زلنا على يعني خطتنا والاستراتيجي اللي احنا ماشيين عليه، احنا بنوسع قاعده الاختيارات وبندي فرص للناس كلها اللي بتظهر بشكل كويس. طيب رمضان صبحي في تقرير طبي وصل لكم بخصوصه ولا الامور هتبقى ماشيه ازاي بالنسبه للاعبنا؟ رمضان انا على متابعه خاصه يعني انا خلال الاسبوع اللي فات كله تقريبا بتابع رمضان من خلال بكلمه بصفه خاصه بالتليفون وبتابع معاه. هو رمضان كان عنده كدمة قوية في ركبته منعته من الاشتراك في المباراة بتاعتنا اللي فاتت، رجع انجلترا بيواصل علاجه، نزل التمرين حس بألم تاني في الركبة فراح يمكن دكتور أخصائي في لندن، خد حقنة في الركبة وقال له هتريح لمدة 3 أيام وشارك في التمرينات الأساسية مع الفريق بداية من الحد اللي جاي. يعني رمضان محتاج 10 أيام من النهاردة عشان يبدأ تمرينه مع الفرقة، وبنطمن عليه. ومستر أجيري يعني بصفة شخصية وكمان مستر أجيري هيكون متواجد في لندن بعد بكرة عشان في إيفنت للفيفا عاملاه، وهتكون فرصة إنه يقابل بعض اللعيبة الموجودين في إنجلترا. تمام. لكن طبعا احنا يعني في القائمة مش حاطين رمضان لأن احنا شايفين اللي يمكن رجوعه بشكل صعب ان هو يشارك دي مش هيلحق موجود. طيب في تحدي مهم جدا عندكم يا كابتن هاني كجهاز فني هو خاص بعامل السن بالتحديد، ويمكن شفنا استبعاد بعض اللاعبين خلال المعسكر الاولاني اللي هم متعدي او بيتعدوا 30 سنه، ويمكن كان ابرزهم كمان احمد فتحي واحد نجوم النادي الاهلي والنجوم المميزين جدا. هل انتم مستقرين بشكل نهائي على هذه الجزئيه ولا ممكن يكون في تفكير لاضافه بعض العناصر الكبيره في السن، وخصوصا ان اكيد المنتخب بيبقى محتاج عناصر خبره يا كابتن هاني؟ بص يا امير والله كل توقف على المرحله اللي بنمر بيها. يعني انا كمان اتكلمت بكل امانه موضوع احمد فتحي، احمد من اللعيبه المميزه جدا طبعاً. يعني مش معنى ان احنا ما اخترناش احمد فتحي المرحله دي يبقى هو استبعد نهائيا، لا انا بقول لك الباب مفتوح ممكن في فتره من الفترات يكون موجود في معانا، لكن زي ما بقول لك احنا بنرجع تاني بنقول ان عامل السن اكيد برضو مهم، يعني مش بس عامل السن، احنا بنحاول ننزل بالاعمار السنيه. يمكن المباراه اللي فاتت كان متوسط الاعمار 25 سنه وست شهور، عايزين نستمر في هذا المستوى من نسبه الاعمار، لكن لو في مرحله من المراحل شفنا ان في مركز معين محتاج بعض الخبرات مش هنقول لا، يعني مش هتبقى العمليه عند لدرجه ان احنا يعني لا، ممكن جدا يكون وارد جدا ان احنا في مرحله من المراحل ان احنا نستعين باللعيبه اللي عندها خبرات حتى لو عدت 30. يعني مش معنى المعدل ان احنا بننزل معدل الاعمار يبقى كل اللعيبه اقل من 30، لا يعني متوسط الاعمار نفسه هو اللي بيفرق معانا، ويعني زي ما بقول لك احنا بنختار الافضل لكل مرحله. طيب كابتن هاني عايز اسالك في جزئيه مهمه جدا وبالتحديد محمد صلاح نجمنا المصري المحترف في فريق ليفربول الانجليزي، يمكن الفتره اللي فاتت كلنا متابعين محمد صلاح ممكن يكون اداؤه مش في التوب فورم بتاعه زي ما احنا متعودين منه، ازاي هيتم التعامل نفسيا مع محمد صلاح خلال المعسكر الجاي وخصوصا بعد المباراه الاخيره كمان امام فريق باريس سان جيرمان واللي شفناه من محمد انا عايز اقول لك المتابعه ما بتبقاش من خلال المعسكر بس، يعني انا بصفه شخصيه بتابع كل اللاعبين المحترفين بعد المعسكر وقبل المباريات بنتابعهم، بعد المباريات بنبارك لهم وبنشوفهم، احنا متابعين الناس كلها مش عشان المعسكر، لكن
اعتقد يعني الناس واخده برضه في انطباع خاطئ عن محمد صلاح. بالعكس محمد صلاح بيأدي بشكل كويس قوي. مش معنى ان هو ما بيحرز جون في مباراه او الثانيه يبقى الراجل مستواه قل. يعني هي الناس رابطه يعني مجهود محمد صلاح وادائه بالاهداف للاسف. لا طبعا الكلام ده غير مظبوط. يعني كل الناس كان يعني رونالدو قعد 3 اسابيع في الدوري الايطالي ما جابش اهداف خالص. لكن مش تقييم اللاعب انه جاب جون ولا لا. ممكن لاعب يكون مستواه في المباراه وحش جدا وممكن يسجل هدف. يعني مش ده المقياس اللي هنقيس عليه صلاح. كلنا فخورين بصلاح كلنا تمام. على المستوى الفني يعني لا ماشي بشكل كويس وانا على اتصال دايم بيه وعلى مش هو بس كل اللعيبه اللي موجوده بره مصر يعني. تمام طيب كابتن هاني انا بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق طبعا وانت الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحله الهامه المقبله وكل التوفيق لمنتخب مصر ان شاء الله يقدروا ان هم يتاهلوا لبطوله الامم الافريقيه. ومش ده الهدف الاساسي بالنسبه لنا كمصريين كمان ان شاء الله كاس العالم مره ثانيه نتاهل ليها. مش عايزين نقعد فترات بعيده زي ما احنا متعودين قبل كده للاسف يعني. لكن خلينا نروح نشوف اهم الاخبار على السوشيال ميديا ونرجع مره ثانيه. البداية مع أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي واللي نشر على تويتر صورة لي من تدريب أو من إحدى مباريات النادي الأهلي الأفريقية. محمد شوقي نجم الأهلي السابق والمدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب الأولمبي نشر صورة على إنستغرام وكتب من تدريب المنتخب الأولمبي. الفنان محمد هنيدي اتكلم عن نجمنا محمد صلاح وده من خلال تويتر. قال مش عايز اتكلم عن صلاح عشان ما اكونش جزء من الضغط بس تخيلوا كل المشاكل والضغط الاعلامي واتحاد الكوره وغيره عشان حركه بسيطه امبارح عملها العالم كله قام ما قعدش. صلاح مكمل وما عنديش اي شك ان صلاح هيحقق بكتير اكتر من اللي حققه الفتره اللي فاتت. عالميا امبارح طبعا زي ما احنا عارفين كان في مباريات دوري ابطال اوروبا وطبعا كان في بعض التعليقات الكتير من اللاعبين بشكل عام. نبدا بفوز ريال مدريد على روما 3-0. لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد نشر من خلال حسابه على انستغرام قال طريق مميز لبدايه دوري ابطال اوروبا. نشرت الصفحة الرسمية للليغا الإسبانية فيديو لمودريتش يبين تميز تمريرة على جارس بيل في الهدف الثاني لريال مدريد على روما. ما يعملوش غير لوكا مودريتش لعيب طبعا مميز جدا. خلينا نكمل طبعا أخبارنا على السوشيال ميديا. صفحة دوري أبطال أوروبا كتبت لاعب جديد يرتدي القميص رقم 7 في ريال مدريد في أول مباراة ملعب سانتياغو برنابيو ماريانو دياز الرائع يتألق صراحة أحرز هدف أكثر من رائع. نشر ماركو أسينسيو صور من الماتش على صفحته بالانستغرام وكتب بداية جيدة لدوري الأبطال سنواصل. وكمان جاريث بيل اللي أحرز الهدف الثاني نشر صورة على تويتر وقال لا يمكن هزيمة بطل دوري أبطال أوروبا ليلة في البرنابيو. نشرت صفحة بليتشر فوتبول على فيسبوك صورة القائد ريال مدريد سيرجيو راموس وكتبت 37 كارت أصفر راموس أكتر لاعب في تاريخ دوري الأبطال حصل على إنذارات. نروح ليوفنتوس واللي قدر انه يفوز على فالنسيا 2-0 رغم طبعا طرد كريستيانو رونالدو المبكر. نبتدي بأليجري اللي كتب على تويتر مع التضحيه والروح الجماعيه تخرج من المواقف المعقده شكرا لاهتمامكم وصبركم. ونشر كمان امريكان لاعب الفريق على تويتر صوره لي من الماتش وكتب مباراه صعبه لعبناها ب10 لاعبين مبكرا ولكننا تماسكنا عمل جماعي عظيم نعود لتورينو بثلاث نقاط مهمين. نشر كمان باولو ديبالا صورة على انستغرام وعلق عليها فوز مهم بالمجموعة. أما الفنان يوسف الشريف فكان ليه تعليق على طرد رونالدو كتبه على صفحته تويتر بصراحة قرار طرد كريستيانو قاسي جدا كان كفاية كارت أصفر الحكم أفور بصراحة هو. أما نجوم مانشستر يونايتد فاحتفلوا على صفحاتهم بالسوشيال ميديا بالفوز على يانج بويز السويسري 3-0. أنتوني مارسيال اللي أحرز الهدف الثالث نشر صورة على تويتر وكتب فوز رائع أشكركم كثيرا على دعمكم أنتم الأفضل. أعتقد أن مانشستر يونايتد في تحسن مستمر. كمان نشر بول بوجبا اللي أحرز هدفين صورة على إنستغرام وعلق عليها ومش أحرز هدفين بس وكمان عمل الهدف الثالث لمارسيال كتب موت دوري الأبطال لعيب كبير قوي بوجبا بصراحة. نشر ماركوس راشفورد صورة على صفحته على تويتر من الماتش وكتب أداء رائع الليلة في سويسرا. أما خامس رودريجيز نجم بايرن ميونخ فاحتفل على تويتر بالفوز على بنفيكا وكتب ليلة رائعة بدوري الأبطال عمل جماعي مميز.
نشرت صفحة ليفربول على تويتر فيديو تحت عنوان من أجل هذه الأجواء تلعب كرة القدم لن تسير وحدك. ده كان الفيديو بتاع روبرتو فيرمينيو وهو لابس نظارة طبعا بعد الإصابة اللي جات له في عينه في مباراة توتنهام الأخيرة في بطولة الدوري وليفربول فاز بيها بنتيجة 2-1. فيرمينيو لعيب كبير جدا يعني الناس بتشبهه شويه بعد النضاره دي بإدجار ديفيدز لو كلنا طبعا نفتكره طبعا نجم اليوفنتوس السابق ولعب لاكثر من نادي كمان كمان توتنهام. فيرمينيو لعيب مهم جدا وعلى فكره برشلونه مهتمين بيه جدا وفكروا في التعاقد مع فيرمينيو. خلينا نكمل اخبارنا على السوشيال ميديا. كمان نشرت صفحه ليفربول على تويتر صوره لنجم الفريق جيمس ميلنر بتطالب فيها الجمهور بالتصويت لميلنر بعد ما تم ترشيحه لافضل لاعب الجوله الاولى بدوري ابطال اوروبا. لاعب مهم وكبير قوي ميلنر على فكره. اما صفحه برشلونه فنشرت صوره للمدير الفني فالفيردي وهو بيستعرض مهاراته بالكره في ماتش برشلونه وإندهوفن اول امبارح واللي انتهى بفوز برشلونه 4-0. واخيرا وبعيدا عن دوري الابطال احتفلت صفحه باريس سان جيرمان على تويتر بعيد ميلاد لاعب الفريق دراكسلر وكتبت عيد ميلاد سعيد لدراكسلر الذي يحتفل بعيد ميلاده ال25. لاعب كبير قوي على فكره دراكسلر نجم باريس سان جيرمان ومنتخب الالماني. طيب طبعا دي كانت اخر فقره معانا في هذه الفقره لكن بعد الفاصل هيكون معانا فقره حواريه هامه جدا 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 مع زميلي وصديقي العزيز عمرو الجزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر. انتظرونا بعد فاصل. بجدد التحيه بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في الاستوديو في هذه اللحظات طبعا الناقد الرياضي استاذ عمرو الجريزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر. عمرو مساء الفل عليك. مساء الفل امير مرحب بيك ووحشني ومبروك على البرنامج. ما بارتلكش بقى على الهواء بارتلك بره. عامل ايه اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام بخير والله. طيب خليني اقول لكم في البدايه النهارده كان في مباراه في كره اليد اول مباراه في بطوله الدوري بالنسبه لرجال كره اليد بالنادي الاهلي وكسبوا فريق البنك الاهلي بنتيجه 25-24. البدايه اكيد دايما بتبقى مهمه. المباراه كانت على ملعب صاله القوات المسلحه بسموحه باسكندريه. نتمنى لهم كل التوفيق والمواصله طبعا في مشوارهم في بطوله الدوري تحقيق كمان عديد من البطولات طبعا هذا الموسم. ابتدي بقى معاك عمرو اسئلتنا النهارده وطبعا عندنا محاور كتير جدا عايزين نتكلم فيها بشكل عام في الكره المصريه لكن اكيد سمعت مداخله كابتن هاني رمزي معانا. هل لك اي تعليق عليها من خلال مكالمتنا مع كابتن هاني رمزي؟ لا مش تعليق على هو محافظين على القوام بتاع الماتش اللي فات وده مهم جدا للمنتخب المرحله اللي جايه بحيث ان يفضل في استقرار في العناصر استقرار مع اجيري اللي هو لسه بيستكشف برضو الامور في الدوري المصري لسه ما اعتقدش ان هو لسه لم كل الامور يعني فاعتقد ان هو الاستقرار ده انه يجيب نفس اللعيبه بنفس العناصر لحين ظهور بقى لعيب اخر بشكل مميز فانا لا انا متفق على الاقل مع قائمه المحترفين اللي اعلنوها اللي تم اعلانها ممكن ليه تحفظ على عبشافي يعني عبشافي مصر بتعاني اساسا من ازمه من باك ليفت طبعا ايمن اشرف بيقوم بالدور في كريم حافظ بيقوم بنفس الدور طبعا لعيب كويس جدا بس عبد الشافي انت خبرة. في الفتره دي بالذات انت محتاج عنصر او عنصرين يقدر ينقل الخبره للعيبه عشان اللي هو استمرار جيل بيسلم جيل والرايه بيسلموا الرايه للعيبه اللي جايه فانا اعتقد عبد الشافي بس هو اللي انا عليا متحفظ انه عبد الشافي مش موجود في المعسكر ده خاصه انه ما قصرش في الفترات اللي فاتت كلها بس طب برضه تألق كمان ايمن اشرف صراحه بالتحديد في المباراه الاخيره ادى مباراه كويسه جدا مع المنتخب ما فيش شك يعني اعتقد هم مركزين بشكل كبير يا عمرو على العامل السن بالتحديد يعني لو كان هم مش حاطين في دماغهم الموضوع ده كانوا خدوا عبد الشافي وكانوا خدوا احمد فتحي وبعض وليد سليمان بصراحه كمان بيتألق وفي اكثر من لاعب كمان مش في الاهلي بس يعني عشان نكون بنتكلم بامانه عدوا 30 سنه بس الواضح ان في اسس يعني ماشي من خلالها المنتخب في جهازه الجديد من خلال عامل السن بالتحديد عايزين ننزله بالاعمار. انا متفق في ده تماما يعني لازم ننزل بالاعمار عشان احنا بنبص الخطه طويله المدى مش تمام. مش 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 خطه قصيره بس برضو لما يكون عنصر او عنصرين مش هيأثر على القوام الاساسي لمنتخب مصر واظن ان عبد الشافي من الناس واحمد فتحي طبعا يعني زي ما قلنا عبد الشافي احمد فتحي ده احمد فتحي لا نقاش عليه طبعا يعني مفيش حاجه اسمها ما ينفعش مش متخيل ان انا اشوف منتخب مصر من غير احمد فتحي فبرضه غريبه جدا فايمن اشرف طبعا قدم مباراه مع منتخب مصر هايله جدا لعيب جوكر تستخدمه في اي حته بيأدي بنفس المستوى ما بيقللش
في لعيبه ممكن يجي لها ارتباك، ما بلعب في مركز ليه مهام معينه ودلوقتي بتنقل لمركز تاني ليه مهام تانيه خالص. فلا ايمن اشرف بسم الله ما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظه يعني. طيب بما اننا ابتدينا بالمنتخب نكمل بقى كلامنا على المنتخب. يعني شايف المرحله الجايه اكيد عندنا مباراتي سويسلاند سواء يوم 12 او يوم 16، مباراتين مهمين جدا في تصفيات الامم الافريقيه. شايف او متفائل ببدايه الجهاز الفني الجديد بالتحديد من خلال مباراه النايجر السابقه، وشايف ان هم ممكن يكملوا بهذا المستوى ومن ناحيه التكتيكيه كمان بالتحديد هينجحوا خلال الفتره الجايه ولا لا؟ بص انا متفائل بالروح لكن اجري وطريقه اللعب وان احنا كسبنا سته ده لسه بدري، ما تبانش شويه بس طبعا. في بعض الامور التكتيكيه بانت خلال المباراه يا عمرو لو تتفق يعني حته علي غزال دي بصراحه التحرر والتحرر كمان بتاع اللعيبه. اللعيبه انا حاسس ان هم متحرر يلعبوا كوره، يلعبوا لقدام، يلعبوا لقدام، يتمتعوا الناس، عايزين طبعا باسس تكتيكيه معينه طبعا. كل واحد في مركزه ما يكونش فيه خلل بس برضو لسه الحكم على الـ على الـ على التجربه بدري جدا. ماتشين طبعا مهمين جدا اللي جايين يعني هيحددوا مصير منتخب مصر. المنافس مش قوي، منتخب مصر اقوى بمراحل يعني المفروض واحنا مغمضين في 6 بونت موجودين يهدوا لنا بقى الدنيا خالص ويبتدي اجري يشوف عناصر جديده بعد ما يخلص المرحله بتاعت انه منتخب مصر صعد رسمي لامم افريقيا بالكاميرون او المغرب لسه مش لسه الامور مش واضحه لحد دلوقتي الكاميرون بس لو تم نقلها هيبقى المغرب فانا شايف ان المنتخب ماتشين مهمين، ماتشين مش عشان برضو ما نكون واقعيين الماتش برضو مش هيبقى سهل. العنصر الفرقه اللي هي العشوائيه دي الماتشات بتاعتها بتبقى اصعب من فرقه انت عارف بتلعب ازاي والكلام فاظن هيبقى ماتشين صعبين جدا على منتخب مصر. مش سهلين. اللعيبه عايزه تثبت نفسها اكتر، عايزين يثبتوا ان فعلا في تحرر في الاداء، في تحرر في طريقه اللعب، تغيير طريقه اللعب من كوبر لاجيري. فاظن ان هم ماتشين ان شاء الله ربنا يكلمنا فيهم بالنجاح باذن الله. مهمين جدا اكيد طبعا. طب شايف في عناصر معينه من وجهه نظرك شايف من تحديد من المحليين ممكن ينضموا لمنتخب خلال المعسكر ده؟ والله بص عنصر المهاجم احنا عندنا مشكله في المكان ده بصراحه، بس في لعيبه كتير تستاهل طبعا، بس عنصر السن يعني هنتكلم برضو عنصر السن هو اللي هيبقى في ازمه شويه. احمد علي مقدم موسم من الموسم اللي فات للامانه، بس 32 سنه احمد علي اعتقد يستحق طالما ما قصرش يبقى يستحق. احنا بنتكلم على اللي يستحق يبقى صلاح امين يستحق كمان، وصلاح امين طبعا صراحة. طبعا بس صلاح امين الموسم ده انا بتكلم على استمراريه احمد علي من الموسم اللي فات لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي. احمد علي ماشي بنفس المستوى، ما قلش بل بيشتغل على نفسه كتير جدا، ما احبطش ودي برضو عامل مهم جدا طبعا. ان هو لسه عنده الامل انه يكون موجود. صلاح امين الموسم ده طبعا يعني مقدم موسم برضو رائع بصراحه، بيحرز اهداف كمان جميل، مش بيحط يعني مش بيحط مش جنو خلاص مش جنو خلاص صح مظبوط. وهو برده مهاجم مميز جدا، احنا المهاجم رقم 9 مش موجود مش موجود في مصر. ففكره احمد علي وصلاح امين تحل مشاكل كتير. احمد جمعه في المصري عامل برده حسام حسن بتاع سموحه كمان، وحسام حسن بس حسام حسن اثبت لو ترتيب لا احمد علي صلاح امين احمد جمعه يجي حسام حسن في الاخر. مروان كوكا في تواجده في المكان ده وخصوصا بعد يعني ان هو راح اولمبياكوس في اليونان واعتقد هيشارك بشكل اكبر هيبقى في اعتماد عليه، هل ممكن يضيف للمنتخب خلال الفتره الجايه؟ والله كوكا انا شايف ممكن يكون عنده ازمه ثقه شويه، الجمهور شايف تحديد مع المنتخب طبعا مع في البرتغال سبورتنج براجا الموسم اللي فات كان مقدم موسم هايل مردي، بلاش هايل، مقدم موسم مردي الى حد كبير جدا. بيجي في المنتخب الظروف طريقه اللعب برضو خلينا نكون واقعيين، لان كوكا اتظلم ومروان محسن اتظلم بطريقه اللعب، فهو الاثنين اتظلموا بنفس طريقه لعب كوبر. فلو طريقه اللعب مع اجيري اتغيرت وكوكا قدر انه يظهر بشكل كويس زي ما شفنا مروان اتحرر بشكل كبير جدا الماتش اللي فات، خد راحته قدر بشكل رائع طبعا ظهر بشكل هو ده المستوى بتاع مروان اللي مستنينه كمان مروان. فاظن كوكا كمان نفس الامر، يعني كوكا مستني الثقه
ان الجهاز يثق فيه وان الجمهور يثق ان احنا فعلا عندنا مهاجم سترايكر رقم 9 يقدر يقدم مستوى كويس لمنتخب مصر ويضيف لمنتخب مصر. اول حد دلوقتي لسه ما عملش ده بس لا طالما تم اختياره يبقى لازم ندعمه بالظبط. مش لازم ننقده في فرق لازم في فتره من الفترات كده لازم تدعم اللعيب. كوكا من المرحله دي انا ليا تحفظات برضو على كوكا في بعض بشكل عام بس في النهايه طالما تم اختياره انا لازم ادعمه ولازم اقف جنبه طبعًا. لكن هو مهاجم كويس باللي شفته في الموسم بتاع البرتغال احرز اهداف هناك رائعه يعني مش صعب يعني مش اهداف عاديه بيجيب اهداف حلوه جدا ايوه صح لكن هو مش موفق مع المنتخب للاسف ما هي دي بقى موفق مع المنتخب بطريقه اللعب ولا انت موفق مع المنتخب انك في عامل نفسي مش قادر تتاقلم مع منتخب مصر مع انه لعيب يعني المراحل السنيه هو لعيب دولي طبعا. يعني مر على المنتخبات كلها فانا مش قادر افهم عدم تاقلم كوكا لحد دلوقتي مع منتخب مصر انا من وجهه نظري انا شايفها ان هي ازمه ثقه منه يعني هو لازم يكون متريس شويه هادي شويه انا بعد كاس العالم هو انفعل مش مبرر خالص هو كان متوقع ان هو يكون متواجد لكن هو اعتقد مستواه في الفتره دي كان صعب ان هو يكون يعني. لا لا ما وما كانش يأهل للامانه يعني ما كانش يتأهل ان هو يلعب مع منتخب مصر كاس العالم ادى مع منتخب مصر الفترات كلها لحد ما وصلنا لحد المرحله النهائيه بالزبط. بس في النهايه انت رايح منتخب مصر كاس العالم بقى يعني الوضع هيبقى مختلف تماما وانا ما شفتش الشراسه بتاعت كوكا انه بيحارب على موت نفسه يعني عشان كده الناس بقى قارنت بمروان على المقابل كان بيموت نفسه ممكن يكون بيجيب جوان فبس لكن في الملعب بيأدي بشكل كويس جدا هو ده كان الفرق بس ما بين مروان وبين كوكا. طيب انا هسيب الاهلي للاخر عشان ده مهم جدا بالنسبه لنا ومباراه مهمه ان شاء الله بعد غد فخلينا نكمل حديثنا عن المنتخب وبالتحديد محمد صلاح. محمد صلاح يعني خلال الفتره اللي فاتت دي انتقادات كتير جدا من الجمهور المصري بالتحديد اعتقد هناك في انجلترا او ليفربول ممكن الصحافه تكون شديده شويه على محمد لكن الجمهور ليفربول بيحب محمد جدا وبيسنده كمان بشكل كبير. هل شايف ان هو مش موفق خلال المرحله دي؟ هل شايف ان هو مش مركز في بعض الامور اللي ممكن تصرفه كمان وتعامله مع جزئيه اتحاد الكره والمشكله اللي كانت ما بينهم وان هو يطلع يتكلم رغم ان تواجد وكيل ليه؟ انا ضد بصراحه ان هو كان يطلع يتكلم طالما ليا وكيل سيبه هو يتكلم احنا بنشوف كل اللعيبه العالميه كده. شايف موقف محمد صلاح ازاي وهل تتوقع كمان ان مستواه تراجع الموسم ده عن الموسم اللي فات؟ بص انت قلت كلمه مهمه في النص هو محمد صلاح مش مركز انا برضو واضحة. انا رايي كده برضو انه ركز في حاجات بره الكوره هو ده سبب خلى مستواه كده طبعا كلنا ثقه في محمد صلاح انه يقدر طبعًا. يرجع لمستواه تاني واحد وصل للليفل ده يعني. واحد وصل للليفل ده مستحيل انه هيخلي نفسه انه يقل فهو اكيد بيعافر الفتره دي انه يرجع تاني طبعًا. لمستواه لكن هو مش مركز الازمه بتاعت صلاح واتحاد الكوره مأثر عليه جدا جدا الخناقه اللي ماشيه ما بين اتحاد الكوره وما بين وكيل. المحامي بتاعه هو مسميه المحامي يعني مسميه المحامي صح يعني هو مش وكيل هو مسميه المحامي رامي عباس رامي عباس انا شايف انه مركز قوي في الخناقه دي مش مركز مع ليفربول مع ان المفروض دور المحامي بتاعه ان هو اللي يقوم بكل الامور اللي خاصه بمحمد وعكسها يعني معاه مش عارف ليه عكس يعني اقحم محمد في النص ما بينه وما بين اتحاد الكوره انا اظن يعني تحليلي انه عايز يكسب رضا الجمهور يعني عايز يعمل راي عام ضد اتحاد الكوره انا وده مش مدافعه عن اتحاد الكوره اتحاد الكوره عنده اخطاء كتير جدا 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 واخطاءه بتتمثل في عدم الاحترافيه بصراحه طبعا يعني طبعا. هو يعني معظم الامور داخل الاتحاد ما بتدارش باحترافيه في الكره المصريه بشكل عام سواء في بطوله الدوري التحكيم ازمه محمد صلاح مظبوط دي مشكله كبيره ده دي مشكله ازليه يعني هو مش هتنتهي طبعا مش هنفضل كده يعني لو احنا ما خدنا لو الانديه نفسها ما خدتش خطوات جديه في ان الدوري والمنظومه كلها تبقى احترافيه الوضع هيفضل زي ما هو كده لكن صلاح لازم يخرج نفسه من الازمه اللي دايره ما بين رامي عباس وما بين اتحاد الكوره بسرعه عشان هو اللي هيتضر يعني ولا اتحاد الكوره هيتضر اللي هو كده كده الناس بتنتقده بالزبط. خلاص فهو الناس منتقده وشايفين اتحاد الكوره مش محترف فخلاص رامي عباس كده كده في النهايه راجل بيلم فلوس طبعا فيوم ما محمد صلاح مستواه يقل رامي عباس مش هيبقى معايا هيخسر فانت اللي خسران في القصه كلها هو صلاح فصلاح لازم يركز في الكوره
وما يخشش في انا برضو كنت ضد ان هو يطلع يتكلم طبعا مفيش ما شفتش لعيب علاني عمل الجزئيه دي بصراحه. والطريقه نفسها كمان يا امير ما كانتش كويسه. انت في النهايه بتتكلم برضو مع الاتحاد المصري لكره القدم. يعني الاتحاد الدوله بتاعك بالظبط. في مشاكل اطلب المشاكل زي ما طلبت الموضوع الصوره والطيارة. ما هو برضو خليني اقول لك اللي خلاه يطلع يتكلم كده تاخر اتحاد الكره في الرد عليه. ما هو برضو دي عدم احترافيه من اتحاد الكره فعمل راي عام. ما هي دي بقى الحته اللي ممكن محمد صلاح ممكن ما يعملهاش. بس اللي خلاه او الدافع بالنسبه له ان انا خطبت الناس كذا مره في اتحاد الكره ما بيردوش. ودي جزئيه سلبيه جدا في اتحاد الكره. هو رامي عباس ليه ما ينزلش يعمل اجتماع مع كان في مقترح في اتحاد الكره بالموضوع ده بس اعتقد رئيس الاتحاد كمان كان رافض. وهو رفض وهو كمان رفض. طب يبقى نوصل لايه؟ يعني لما يكون في اقتراح ان يكون في جلسه تجمع رامي عباس اللي هو المحامي الخاص بمحمد صلاح وما بين اي مسؤول في اتحاد الكره. خليه رئيس الاتحاد المصري لكره القدم المهندس هاني ابو رده. ايه المشكله يعني؟ ازمه رامي ايه هنا؟ مش عايز تنزل تقعد ليه؟ مش عايز حل بالظبط ولا عايز حل بالايميلز بس؟ ما برضو في نقط كده الواحد مش فاهمها. هو انا مش فاهم رامي عايز ايه، رامي عباس عايز ايه. عايز محمد صلاح يبقى محطوط في لوح الازاز، اوكي طبعا لازم نحافظ على ده، انا متفق تماما في ده. بس طريقه الطلب ازاي؟ انا بختلف على طريقه الطلب. بعت للاتحاد المصري كذا مره، الاتحاد المصري ممكن ما يكونش رد، مش ده الحل يعني. اللي حصل مش هو ده الحل. يعني كان ممكن محمد صلاح لما ينزل المعسكر، يا جماعه انا المحامي بتاعي بعت لكم كذا مره ما حدش رد عليه، فبعد اذنكم ردوا عليه عشان ما يحصلش مشكله. انا شايف ان كانت ممكن تتحل كده، ولو ما تمش الرد ساعتها بقى محمد صلاح يشوف الخطوات القانونيه بتاعته ويعملها. لكن فكره ان محمد صلاح يعمل راي عام انا كنت ضدها جدا. طبعا ما كانش ليها لازمه ان هو هيجي الناس كلها على الاتحاد المصري لكره القدم بالفيديو اللي عمله. انا شايف ان الناس بتحب محمد صلاح فتعاطفت مع محمد صلاح، والناس ما بتحبش اتحاد الكوره عشان الاخطاء الكتير اللي موجوده، فبقى ضد اتحاد الكوره. فالخناقه بقت اللي بيدافع عن اللي كان بيقول رايه انه شايف ان محمد صلاح معاه حق بس ما كانش ينفع يقوله بالشكل ده. الناس كانت بتفتكره انه بيدافع عن اتحاد الكوره. لا يا جماعه، هو ما كانش بيدافع عن اتحاد الكوره. هو احنا الهدف كله بالنسبه لنا ان محمد صلاح يكون مركز سواء مع منتخب او مع ليفربول كمان، لان هو اكيد يعني بيشرفنا جدا بره في اوروبا بشكل عام. بعدين راجل المرشح انه يكون احسن لاعب في العالم، ودي حاجه ما كناش نتوقعها او نتخيلها في يوم من الايام. يعني انه يكون من ضمن الثلاثه ده، من ضمن العشره باش الثلاثه كمان، من ضمن العشره. ما هو وصل بقى للمرحله اللي انا بقول لك يعني مبدئيا حتى من ضمن العشره دي كانت حاجه كبيره جدا. لكن كمان متواجد من ضمن ثلاثه مع مودريتش ورونالدو حاجه كبيره يعني. وفكره بس ان انا عارف ان الناس مقتنعه ان صلاح طبعا نتمنى انه يكون هو رقم واحد، بس انا شايف ان طبعا صعبه جدا، مش صعبه شويه. مودريتش اقرب بكتير، مش رونالدو يعني. لا انا شايف مودريتش اقرب بكتير كمان. حقق جزئيه ساديو ماني وصلاح. انا بحب دايما اتكلم في الحاجات اللي الناس بتكون شغلاها شويه. يعني انا ضد بصراحه الناس بتقول ان ساديو ماني مش عايز يباصي صلاح، مع ان كان في كوره في ماتش توتنهام لو اتفرجت على المباراه لو ده صلاح جون، وكان ساعتها هيبقى صلاح موفق وبادي موسم رائع ومش عارف ايه. لكن انت مع الكلام ده ان ساديو ماني مش عايز يباصي مثلا صلاح، او بعض اللاعبين مش عايزين نحدد يعني ساديو ماني؟ بص انا مع الغيره. انا مع الغيره. ان في غيره ما بينهم. طبعا في ساديو ماني اكيد. ساديو ماني بقاله ثلاث مواسم يعني كمان بيطلع لجائزه احسن لعيب في افريقيا وما بياخدهاش. صلاح جه عليه الموسم اللي فات وما شاء الله مشي بشكل كويس جدا. عمل موسم رائع، فبالتالي الغيره، بس دي غيره هي عامل ذو حدين بقى بالظبط. فانت لا اما هتبقى صالح الفرقه يا اما هتبقى ضدها. انت طبعا هتلعب لنفسك، فخلاص هلعب لنفسي هتبقى ضد الفرقه. وده اللي حصل في توتنهام، في ماتش توتنهام. هما الاثنين لعبوا لنفسهم بالظبط. يعني ولا ماني لعب مش قاصد صلاح. وصلاح نفس الكلام لما لقى ان القصه ماشيه كده، فخلاص بقى. انا برضو نفس الامر. فانا شايف اللي هيتضروا برضو هما الاثنين، لان ما اظنش ان كلوب هيخلي الموضوع يستمر اكتر من كده. لو هتفضلوا بالمنظر ده اوكي، ما اظن يعني الناس في اوروبا ما بتهزرش. تمام. فلو فضل هيفضل لو نزل لو فضلوا على نفس المستوى ده لا هيبقى في قرار حزم اكيد يعني. طيب قبل ما نروح النادي الاهلي خلينا نروح نشوف تفاعل جمهور النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه سواء على فيسبوك تويتر وانستجرام، ورايهم في الجوله الاولى من دوري ابطال اوروبا. رايك ايه في البدايه الاول بسرعه؟
الجولة يعني مرضية. ليفربول محمد صلاح بس وقع الناس شوية. يوفنتوس طبعا عمل ماتش حلو جدا. ريال مدريد برضو يبان المرشح القوي للبطولة ولا لسه؟ لسه. طيب خلينا نشوف الناس قالوا ايه. نبتدي بفيسبوك. احمد الاهلاوي قال ان كل النتائج ماشية بشكل منطقي، مفيش نتيجة عكس التوقعات. يمكن نتيجة اليوم مع مانشستر سيتي كانت مفاجأة الى حد ما، لكن السيتي الموسم ده مستواه في انحدار، والموسم اللي فات ظهر ضعفه في الشامبيونز ليج بالذات. ما اعتقدش ان السيتي الموسم ده يعدي دور الثمانيه. كوكو عاطف قال نتائج حلوه قوي، كمان ريال مدريد فريق كبير فعلا مش بيقف على حد. في ناس كتير تفتكر ان ريال مدريد مش هيعرف يلعب من غير رونالدو. على فكره ريال مدريد هياخد البطوله برضو. انا بحبك قوي يا امير حبيبي يا كوكو، وان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 يا رب ان شاء الله. حسن عبد الكريم، بطوله ناجحه من اولها، بس يا ريت صلاح يرجع هداف الدوري الانجليزي تاني، وان شاء الله احسن لاعب في الدوري الانجليزي المره الثانيه. دعاء خضري، انا بالنسبه لي نتائج منطقيه ما عدا نتيجه المان سيتي مع ليون. احمد سالم، كويسه كلها ومنطقيه ما عدا ليون وسيتي بس. علي ابو بكر، الطبيعي ان انا الفريق الكبيره ان الفرق الكبيره تكسب امثال ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، برشلونه. اسلام كمال، نتائج منطقيه جدا، واتوقع ليفربول بطل اوروبا لانه السنه دي اصبح فريق متكامل. عبده محمود قال نتائج ممتازه لكل الفرق وغير جيده لصلاح وكريستيانو. مصطفى داوود قال جميل جدا، بس مينجا هياخد دوري الابطال في الاخر. احمد مصطفى قال نتائج طبيعيه بغض النظر عن خساره السيتي اللي كانت مفاجاه. نروح على تويتر، محمود كمال قال نتائج كويسه جدا، واعتقد مستوى البطوله اقوى من السنه اللي فاتت، وكل التوفيق للريدز. فارس احمد قال هو انا فارس المنصوره. ماشي يا فارس، دوري المجموعات جامد وهيبقى فيه مفاجات كتير، وممكن فرق كبيره ما تصعدش. نابولي بطل اوروبا ان شاء الله. غريبه بصراحه، صعبه نابولي شويه. محمد خالد قال نتائج ممتازه وكل التوفيق لابو صلاح. عادل شطه قال مساء الخير امير، مش متوقع من السيتي بدايه مش مبشره. طبعا مش كلامه مش واضح قوي لليفر. طبعا بتمنى ان ليفربول تاخد دوري ابطال اوروبا السنه دي، مع اني بشجع الريال، بس عشان ابو صلاح، كلنا عشان صلاح نتمنى لليفربول كل التوفيق. نخلاوي قال حاجات كتيره ما كانتش متوقعه زي سقوط السيتي وجديه مدريد بدون رونالدو. محمد مصطفى قال نتائج مستحقه، مفيش مفاجات. الهواري محمد قال جوله ممتعه، انتصار الانتر وليفربول واليوفنتوس والريال، واداء ولا اروع من الاربعه فوق. ايضا صقر قال جوله ممتعه، والفرق الايطاليه بدات تثبت نفسها على الساحه تاني، وامتع ماتش كان ماتش شختر وهوفنهايم. هو قصده مش اندهوفن، ده انتهى 2-2. عمار حريش، نتائج ممتازه. ونروح بقى على انستجرام على طول، الاهلي 1907 قال الجوله الاولى كله نار، منتظرين الجوله الثانيه هتبقى وحشه من غير كريستيانو. طبعا من غير كريستيانو المباراه اعتقد بيبقى ليها متعه اخرى. طب نروح بقى للاهلي، مباراة مهمة جدا أمام فريق حوريان كرناكري، مباراة العودة. نتيجة أعتقد خادعة في مباراة الذهاب. مطلوب إيه من لعيبة النادي الأهلي والجهاز الفني إن شاء الله في مباراة بعد بكرة؟ مطلوب الهدوء والتركيز، مفيش تسرع. الأهلي أقرب، ماتش صعب أه، بس الأهلي أقرب. عامل جمهور أنا شايف هيبقى مهم. مع طبعا مهم جدا، وهيبقى مع الأهلي مش ضده. زي ما الناس تقول إن بقى لنا فترة ما بنلعبش مع الجمهور، لا الأهلي ما فيهوش الوضع ده. طبعا اهم حاجه الهدوء، مفيش اللعيبه تبقى هاديه جوه الملعب، الجهاز الفني لازم يوصل ده للعيبه. انا مش مستعجل الفوز، واثق ان احنا هنكسب. ولازم يبقى اللعيبه بقى ما بينهم بعض التعاون جوه الملعب هو ده الاهم في الماتش، لان هو اللي هي كفه الاهلي هتترجح هنا. من خلال متابعتك لمباراة الذهاب هناك في كوناكري، شايف فريق حرية كوناكري ازاي؟ يعني شايف مدى خطورته ايه؟ يعني مش بتقيمه ازاي يعني؟ بص يعني الماتش هم ما قدموش ماتش قوي يعني. اعتقد عندهم لعيب كولوبالي اعتقد في الهجوم، هو يعني ده اللي ظهر بشكل كويس في الماتش، لكن هم كفرقة جماعية انا ما شفتش جماعية في الاداء في المباراة. مش عشوائيين برضو، بس مفيش جماعيه، مش واضح لهم ملامح بيلعبوا عليها. مفيش تكتيك في الملعب بشكل كويس، مفيش حاجه هم حافظينها بينفذوها جوه الملعب. طب ما ده يقلق اكتر.
طبعاً. طبعاً. طبعا يعني كمان خصوصا لا قدر الله لو هم جابوا جون هنا هتبقى مباراه صعبه جدا طبعا طبعا. فاعتقد النادي الاهلي محتاج ان يكون حريص بشكل كبير من خلال المباراه. ما هو الهدوء اللي هيبقى فيه لعيبه النادي الاهلي هو اللي هيخليهم بسرعه يقدروا يحطوا جون في بدايه الماتش. عشان كده قلت لك يعني. الاهلي طبعا. عشان كده قلت لك ان لازم الهدوء ولازم ان هم ما يكونوش متسرعين ان هم نازلين حاطين في دماغهم ان احنا اول 10 دقايق لازم في يبقى في هدف. ده لو حصل هي في اول 10 دقايق الاهلي هيجيب الهدف ان شاء الله ان شاء الله. فانا شايف ان الاهلي اقرب. الغيابات هتاثر على الاهلي في الماتش ده؟ بص اكيد يعني الفتره اللي فاتت الاهلي مر باصابات كتير جدا. قائمه افريقيا برضو يعني مقفوله شويه أكيد. وبعدين احنا كان في اصابات مين يعني كان سوليه نتكلم في سعد محمد نجيب عناصر اصابات مؤثره عناصر مهمه جدا. بس يعني انا في مركز سعد مطمن جدا يعني ايمن عشان ايمن ايمن اشرف بيقوم بالدور ده بشكل كويس جدا من الموسم اللي فات. فده هيبقى ليه بس القصه ان ايمن لسه ما لعبش جنب كلوبالي كتير يعني فممكن ما يبقاش فيه تفاهم. هي دي بس هي دي النقطه. السوليه في هشام انا شايف هشام مؤدي بشكل كويس على عكس الانتقادات. طب خلينا نتكلم على التشكيل بقى بالمره بما اننا يعني اتكلمنا عن كله. توقعاتك للتشكيل شايفها ازاي؟ بص هو مش هيخرج يعني الشكل ثابت شناوي طبعا كلوبالي وايمن اشرف تمام مع لولو فتحي عاشور انت مع ان فتحي يكون ناحيه اليمين بس نص الملعب ممكن هاني على فكره يلعب طبعا في المكان ده وده مكانه الاساسي ونستفاد بفتحي في نص الملعب ولا انت شايف تواجد هشام اصلا محمد. انا شايف عاشور وفتحي ادائهم واحد فمش مش هيديك النتيجه مش هيديك النتيجه الهجوميه اكتر. ففتحي يبقى في ناحيه اليمين عاشور وهشام. هشام عنده الميزه بتاعت ان هو يتقدم شويه وعاشور يثبت فهشام عنده بيشتغل على الحته دي كويس. ناصر ماهر وليد سليمان ازارو انا مع مؤمن زكريا مع مؤمن رغم انه ما بيشاركش بقاله فتره انا مع مؤمن زكريا او بيشارك في فترات قليله يعني بالتحليل انا مع مؤمن زكريا لسبب ميدو جابر واسلام محارب رجليهم الشمال هتبقى كتير في الملعب يعني وليد سليمان واسلام محارب بس ان مؤمن بيعرف في الماتش اللي زي دي بيعرف ياخد المكان اللي يعرف يجيب منه جون فاعتقد مؤمن هيبقى مفيد للاهلي في الماتش ده. ماتش عايز مؤمن ماتش عايز لعيب بيتحرك مؤمن طبعا لعيب عنده خبره كبيره عايز لعيب يتحرك تحرك غريب عشان يخلق لنفسه فرصه يعرف يحط منها جون. فانا شايف ان مؤمن هو افضل واحد يلعب الحته دي والماتش ده كمان ماتش كمان على ارضك ملعب كويس جمهور هيبقى واخد نازل واخد الاجواء بتاعه الماتش. فمؤمن انا شايف ان مؤمن طبعا هم يعني الاقرب من وجهه نظري انا شايف مؤمن بس هو اعتقد انه ممكن يفضل اسلام محارب برضو اسلام محارب طبعا يخش في الصوره طبعا ازارو طبعا مع ناصر ماهر طبعا وليد سليمان ناصر ماهر وليد سليمان وازارو ده ما فهمش نقاش يعني. طب مباراه على ارضنا يعني ممكن تكون او ممكن البعض يفضل ان انت تلعب باثنين مهاجمين لان انت محتاج ان انت تحرز اهداف وعلى فكره مش محتاجين هدف واحد احنا محتاجين هدف ثاني يغطي الهدف الاولاني كمان ان شاء الله طبعا. ممكن يكون في تفكير عند مستر باتريس كارتيرون ان يلعب باثنين مهاجمين من وجهه نظره يعني عندك صلاح محسن بصراحه ماشي بشكل مميز جدا سواء مع الاهلي او مع المنتخب بالاضافه لوليد ازارو هو المهاجم الاساسي يعني. بس مش في الاول يعني مش بدايه المباراه طبعا هتبقى برده ريسك شويه هتامن في نص ملعبك يعني مش لا يعني هو يلعب بمهاجم واحد ولو الامور فضلت زي ما هي يبتدي يغير بقى من طريقه لعبه انه يلعب باثنين مهاجمين. طبعا صلاح محسن بدا يقدم مستويات كويسه جدا الفتره الاخيره ويستحق خبرات هو الماتش اللي زي دي هي اللي هتجيب الخبرات لان بصراحه المباراه بتاعت الذهاب امام حريه كونكري ضيع كورتين لو هو تقل شويه على الكوره يفرقوا معانا كلنا في التسرع ما هو التسرع ده بسبب خبرات ما هو يعني هو لو هادي يعني مع المنتخب الاولمبي بيحط الكور دي عادي جدا بسهوله جدا بصراحة. عشان انا برضو شايف انه ما كانش فيه ضغوطات مع المنتخب الاولمبي ما فيش ضغوطات ما فيش جماهير طبعا لسه برضو صلاح محسن طبعا لعيب كويس جدا لعيب قوي الاجواء بتاعه الاهلي هو لسه برضو ما دخلش في الاجواء بشكل كبير قوي مع النادي الاهلي بس طبعا هو لعيب مميز جدا واظن ان بصماته بدات توضح في الفتره الاخيره بالزبط. دي بشكل قوي وهيبقى ليه دور اكيد بشكل كبير جدا وهيبقى ليه دور في المباراه دي برضو لو حتى لو الامور لو الاهلي احرز هدف في البدايه
انت محتاج زي ما انت قلت محتاج بالزبط. انك تغطي الهدف ده. فصلاح معروف هيبقى ليه دور كويس جدا في المباراه دي. بس انا يعني ما حبس ان هو يكون من البدايه. تمام. يبقى لازم يبقى يستنى على ازارو شويه وبعدين يلعب مع صلاح سليمان. طيب. صلاح محسن. سريعا كارتيرون تقييمك ايه ليه لحد دلوقتي خلال المباريات اللي لعبها سواء في بطوله الدوري بطوله العربيه بطوله دوري ابطال افريقيا؟ رقميا هو ناجح جدا. في الارقام هو ناجح. ممكن يكون الجمهور في بعض التحفظات على الاداء وعلى بعض اللعيبه بس مش شايف موضوع الاداء ده طبيعي، وخصوصا ان هو لسه مدير فني جديد جه قبل الموسم على طول، لعب عدد ماتشات لسه قليله، غيابات بعض اللاعبين كمان في النادي الاهلي. اكيد طبعا. طبعا هو ليه اعذاره يعني، بس لكن في ليه اعذاره في الاداء. انه لسه ما قدرش يحط ايده على جميع النقاط او القوه والضعف. اه مدرب كبير بس في النهايه لازم يعيش اجواء النادي الاهلي. هو برضو اجواء وادي دجله مختلفه طبعًا. تماما عن اجواء النادي الاهلي. سواء كان برضو مدير فني للتي بي مازيمبي وحقق معاهم دوري ابطال افريقيا ماشي السوبر. بس الاهلي مختلف دايما. دايما الاهلي ضغوطاته اكبر من اي فرقه تانية موجوده في الاريا بتاعه افريقيا والوطن العربي. فاظن ان باتريس كارتيرون برضو الفوز بيديله ثقه، ماتش عن ماتش بيديله ثقه اكتر انه يقدم مستوى كويس، انه يقدر ينفذ الفكر اللي هو عايز ينفذه مع اللعيبه. هو لحد دلوقتي محافظ على نفس الاداء بنفس الطريقه بنفس الشكل بالظبط، لاني برده الوقت ضيق. ضيق ان هو يغير في الناحيه كل ثلاث ايام مباراه، وبتلعب في افريقيا وبعدين تلعب في البطوله العربيه وبعدين ترجع تلعب في الدوري وبعدين افريقيا تاني ولسه كاس مصر ما دخلش. فلا هو معذور بس هو انا شايف انه هو طبعا مدرب كويس مفيد للنادي الاهلي. اللعيبه انا شايف ان اللعيبه الى حد ما قريبه منه بالظبط بشكل كبير جدا. فلا يعني هو تقييمه رقميا هو ناجح. تمام. اخيرا توقعاتك للمباراه ايه؟ اهلي وحريه كونكر مباراه الاياب توقعاتك ليها ايه؟ توقع احنا طبعا تمني كلنا بنتمنى الاهلي ان شاء الله يفوز. انت توقعاتك مصر؟ توقع 2-0 2-0 للاهلي. مين الاهداف؟ ازارو وليد سليمان ان شاء الله. يا رب يا مسهل. عمرو بشكرك شكرا جزيلا، نورت لي وشرفت لي النهارده. طبعا كان معايا عمرو الجرزاوي طبعا الناقد الرياضي بجريده الفجر، واتكلمنا في العديد من الامور الهامه اللي بتخص الكره المصريه بشكل عام وبالتحديد كمان عن مباراه الاهلي وحريه كونكري. نورتني يا عمرو. ربنا يخليك يا امير. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. استنوني ان شاء الله يوم الخميس القادم، ويوم السبت كمان هيكون معاكم زميلتي شيماء صابر وحلقه جديده من كلام في الميديا. إلى اللقاء.